تعالوا نشوف مع بعض تقرير بيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتجارب الذاتية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. يحتل المركز الثاني كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ويحكي الكاتب عن كواليس كتاباته وكيفية تطوير منهجه على مدار سنين. يأتي في المركز الثالث كتاب قهوة صباحية مع النفس للكاتبة الدكتورة نشوى صلاح، وتتحدث فيه عن مفهوم السعادة. في المركز الرابع جاء كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل.